أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. التفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. الجارية أجابت وأقرها الرسول عليه السلام. وعلى هذا كان سلفنا الصالح. لأنك إذا قلت المرأة بكل مكان لازم من هذا أن يكون في المراحيض والعياذ بالله والحشوش والمواضع والأماكن القذرة. ومن يصف ربه بهذا؟ لا يمكن لمؤمن أن يصف ربه بهذا أبدا. فالله جل وعلا في السماء في العلو سبحانه وتعالى كما قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يصل الغر فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال جل وعلا الرحمن العرش استوى فهو سبحانه وتعالى فوق العرش في جهة العلو فوق جميع الخلق عند جميع أهل العلم أهل السنة. أما قوله جل وعلا وسع كرسي والسنباب هذا لا ينافي ذلك. الكرسي فوق السماوات والعرش فوق الكرسي والله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وتحديد الجهة لا مانع من جهة العلو لأن الله في العلو. وإنما يشبه بهذا بعض المتكلمين وبعض المبتدعة ويقولون ليس في جهة. وهذا كلام في التفصيل. فإن قالوا فإن أرادوا ليس في جهة المخلوقة وليس في داخل السماوات وليس في داخل الأرض فنحو هذا صحيح. أما إن أرادوا أنه ليس في العلو هذا باطل. وهذا خلاف ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دل عليه إجماع سلف الأمة. وهذه الأسئلة ليست بدعة ولم ينهى عنها. هذه أسئلة مأمور بها نعلمها الناس كما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله. فلا بد من الإيمان بأن الله فوق جميع الخلق وأنه في السماء يعني العلو. مع السماء يعني العلو. فالسماء يطلق على معنيين أحدهما السماوات المبنية يقال لها سماء والثاني العلو يقال السماء. فالله سبحانه في العلو في جهة العلو فوق جميع الخلق. وإذا أريد السماء المبنية معناه هو عليها في يعني على في السماء يعني على السماء وفوقها كما قال الله سبحانه فسيحوا في الأرض. سيروا في الأرض يعني عليها فوقها. وكما قال الله عز وجل عن فرعون أنه قال فأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل.